أهلا مشاهدينا من جديد. مشاهدينا، طبعا تشكل الأمراض النفسية عبئا كبيرا على مرضاها، لكن بعض السلوكيات تعتبر طبيعية إلى أن تصل إلى حد غير مقبول وبالتالي تصبح مرض. البعض مشاهدينا يتساءل، هل فعلا يعني يصاب الطفل بالقلق أو هل الطفل يقلق على بعض الأمور؟ هي أكيد طبعا موجودة، لكن التفاصيل بتكون مع ضيفنا الدكتور إبراهيم الزايد، استشاري الطب النفسي للأطفال. مساء الخير دكتور، يعطيك العافية. مساء النور، أهلا وسهلا. طبعا استشاري الطب النفسي للأطفال والمراهقين، وسؤالنا الأول دكتور، طبعا مثل ما ذكرنا في المقدمة أن القلق بحد ذاته كسلوك هو طبيعي ويعني ممكن يصاحب كل الأعمار، لكن متى يتحول إلى مرض بالنسبة للأطفال وهل له أعراض معينة؟ زي ما تفضلت، القلق سلوك طبيعي للأطفال وطبيعي البني آدم يقلق بشكل طبيعي، كل بني آدم يقلق والطفل يقلق والمراهق يقلق، لكن يعتبر القلق مرضي متى ما يأثر على حياة الطفل ويأثر على حياة المراهق. يبدأ في التأثير على حياته في البيت، تأثير على حياته في المدرسة، يتأثر على حياته مع أصحابه، مع البيئة المحيطة حوله. لما يصل المرحلة هذه يعتبر القلق مرضي ويجب أنه يتعالج. طب وبالنسبة لأعراض هذا القلق، كيف أميز ما بين الطفل العادي واللي عنده قلق مرضي؟ كل أعراض القلق ممكن أن تصل درجة من الدرجات تكون طبيعية، لكن لما تأثر على حياة الطفل بتكون في هذه المرحلة مرحلة مرضية. مثل النوم، طبيعي أن الطفل أحيانا ما يقدر ينام بشكل طبيعي ليلة أو ليلتين، يكون نوم متقطع، لكن لما يكون الصورة هذه بشكل متكرر وبشكل دائم تعتبر هذا من علامات القلق. لما الطفل ما يقدر ينام وحده لازم أهله ينومونه، وهذه بصفة دائمة يعتبر هذا من أعراض القلق المرضي. الذهاب للمدرسة، طبيعي الطفل في البداية يكون في صعوبة الذهاب للمدرسة، لكن لما يستمر هذا عدة أسابيع والطفل يضطر إلى التأخر عن الدراسة ويحذف سنة وسنتين، هذا يعتبر القلق المرضي عند الطفل. طب عادة القلق المرضي يكون يعني يبدأ مع طفل من أي سن؟ أعراض القلق تبدأ بسن صغير جدا، وفي كل عمر تختلف من عمر إلى آخر. في والطفل لسه في ما بدأ يمشي، ما بيت قبل دخول المدرسة، في أعراض القلق موجودة. قلق الانفصال بيكون موجود في البداية عندما الطفل يبدأ ينفصل عن والدينه، لما الأم تطلع برا البيت، الأهل يطلعون برا البيت، الطفل يبدأ يقلق عليهم. لما يبدأ الذهاب للمدرسة يكون القلق موجود، في كل مرحلة يكون في قلق موجود فيه. طب شو الفرق يعني ما بين مثلا حضرتك ذكرت ان من ظواهر مثلا القلق عند الاطفال هو موضوع النوم والمدارس، بالنسبه للمراهقين هل يعني التخوف ان مثلا هذه المظاهر تكون اكثر حده او ممكن توصل الى مرحله اذى النفس لا سمح الله والاخرين؟ القلق عند المراهقين ممكن يظهر بعده صور، من ضمن الصور اللي يظهر فيها يكون المراهق عصبي سريع الانفعال، ما يتحمل النقاش مع والدينه. القلق عند المراهق ممكن يكون في علاقته مع الاخرين، يعني يكون عدم الثقه بالنفس، التردد. الرهاب الاجتماعي احيانا يكون من علامات القلق عند المراهق او عند الطفل حتى. سمات اخرى للقلق تظهر بالمخاوف المرضيه، سمات الفوبيا من اشياء معينه، الوسواس القهري، يمكن كلها تقع تحت مظله القلق المرضي. طب دكتور، هل الاهل فعلا عندهم معرفه، خلينا نسميها، انا افضلها عن وعي، بان الطفل ممكن يصاب بالقلق؟ المعرفة تزداد من على مر الأيام مع تطور وسائل الإعلام، الوعي من الناس بدأ الحالات تكون أظهر أكثر وتتدارك بدري، فالأهل يكون لهم وعي أكثر فيها. نعم. طب طبعا هذا رأي حضرتك كمختص، لكن طبعا سألنا شريحة طبعا من المشاهدين عن هل فعلا طفل يصاب بالقلق. مشاهدينا نتابع الإجابات في التقرير التالي. أي أكيد ممكن تكون هذه الحالات القلق أو التوتر صادرة عن صدمة أو عن ممكن عن كثرة التفكير عندهم، فأي أكيد في كثير. أي أكيد في حالة قلق تصيب الأطفال بسبب التكنولوجيا، الأفلام المرعبة والأفلام اللي ما تدرك العقول للطفل في شيء طبيعي اللي عقل الواعي ما يستوعب. إيه بالذات الحين في ذا الوقت، يعني صراحة صار شيء مرة كثير. أكيد أنا سمعت إنه في حالة قلق تصيب الأطفال، وأنا بصراحة الفضل يعني يرجع على الأهل، يعني تاركين أطفالهم على التكنولوجيا والأفلام والأشياء هذه هي اللي ممكن تسبب فيهم القلق والتوتر. إيه طبعا بتصير مع الطفل قلق وخوف، بتصير معه كثير. رجع
رجعنا مشاهدينا، وطبعا الدكتور إبراهيم يسألك تعليقك على الآراء اللي سمعناها. زي ما تفضلت الأخوات، فعلا القلق ممكن يكون من الأفلام المرعبة، من مطالعة الألعاب اللي يكون فيها عنف، لكن هذا القلق هو القلق اللي يمر بشكل طبيعي والطفل اللي يتعود عليه بعد فترة وينتهي. اللي نتكلم عنه هو القلق المرضي اللي يؤثر على حياة الطفل بشكل كبير. طب يعني غير مثلا أفلام الرعب اللي أو الألعاب، إيش الأسباب فعلا الحالية اللي تؤدي إلى إصابة الطفل بالقلق؟ الأشياء اللي تفضل فيها الأخوات ممكن تثير القلق المرضي، لكن الأسباب الفعلية للقلق المرضي في عدة أسباب. في أسباب وراثية، لما يكون الوالدين أو أحدهم أو أحد الأقارب قريب من العائلة من الطفل كأب أم أخت جدة عنده قلق مرضي، فهذا يكون الطفل جينيا معرض للقلق، يكون يصاب بالقلق بنسبة أكبر من الأطفال اللي ما فيه في تاريخ العائلة قلق مرضي. أول مرة صراحة أعرف أن القلق كسلوك يعني أن لا علاقة بالوراثة. بشكل كبير جدا، بشكل كبير الوراثة لها عامل كبير في القلق عند الأطفال وبشكل عام حتى عند البالغين. الجانب الآخر التركيبة الجينية للطفل وللرضيع، بعض الأطفال من ولادتهم جينيا تركيبهم عرض وقابليتهم أكثر للقلق، يكون الطفل مزاجه صعب، يكون فيه صعوبة في إرضائه، نومه يكون عسر، فهذا الطفل جينيا قابليته للقلق أكثر من غيره. الشيء الآخر طريقة تربية الوالدين للأطفال، لما يكون الوالدين الخوف الزائد على الطفل، الحماية الزائدة بحيث أن الطفل ما يكتشف الأشياء اللي حوله، يكون عرضة أكثر للقلق. الشيء على النقيض منه الشيء الآخر الإهمال من الطفل وسوء المعاملة، الطفل ما يحس بالأمان من البيئة اللي حوله، يكون الطفل أكثر عرضة للقلق. الارتباط بين الوالدين بعضهم مع بعض، وارتباط بين الوالدين والطفل، يخلي إذا كان في سوء في الارتباط وعدم انتظام في الارتباط تكون الأتاش متمهي بشكل قوي. صحيح يخلي الطفل أكثر قابلية للقلق. وجود العوامل البيئية الموجودة حول الطفل، المشاكل في البيئة المحيطة ما هي سبب فعلي لكن تثير القلق، تخلي الطفل جينية، إذا كان جينية موجود القلق في العوامل الخارجية تثير القلق بشكل أكبر. طب دكتور بالنسبة للعلاج، طفل خلنا نقول بسن صغيرة جدا وعليه ظواهر القلق، كيف نبتدي معه من البداية؟ الخطوة الأولى في العلاج التشخيص الصحيح، لما أو ما الأهل يبدأ يحس أن الطفل عنده القلق مؤثر على حياته فيجب أنه يتشخص ويتعالج بالطريقة الصحيحة. العلاج القلق عند الأطفال يتعالج بطريقين، الطريق الأول العلاج السلوكي المعرفي، يتضمن أنه معالجة الطفل وجود أهله في المعالج والأخصائي النفسي أو الطبيب النفسي يجلس مع الأهل والوالدين، يكون تعليمات كيفية التعامل مع الطفل، يتكون من أنه في البداية تعليم الأهل معنى القلق وكيفية سمات القلق الموجودة عند الطفل. بعد ذلك يبدأ المعالج مع الطفل كيفية يتعرف على سمات القلق، لأن القلق يكون فيه زيادة نبضات القلب، الخوف، الارتباك، شعور داخلي جوا الجسم، فيبدأ المعالج يعرف الطفل أن السمات هذه هي سمات ناتجة من جوا الجسم، في يبدأ يحس الطفل يعرف الطفل أن هذه موجودة وما تأثر على حياة الطفل. يلحقوا تمارين الاسترخاء، هذا تكون عدة جلسات مع المعالج. هذا جانب العلاج السلوكي المعرفي. في جانب العلاج الدوائي، عبارة عن أدوية مسموح استخدامها للأطفال، مضادات القلق، ما تسبب إدمان. كثير من الأسئلة ما عندها أي نوع من السايد إفكتس أو الأعراض الجانبية هذه الأدوية؟ أي دواء ممكن تظهر له سايد إفكتس، لكن السايد إفكت هي تكون قليلة ولا تذكر، فائدتها أكثر بكثير من ترك الطفل بدون علاج. كثير ترد الأسئلة، هل الأدوية هذه تسبب إدمان؟ هل تأثر على خلايا الدماغ للطفل؟ هل تأثر على الكبد؟ كل الأشياء هذه غير واردة. ما يستخدمها الطفل فترة طويلة من عمره، نتكلم عن فترة عدة أشهر، بناء يختلف من حالة لحالة وبعدها تتوقف تماما. طب دكتور بالنسبة للأهل، يعني في سلوك أو في طريقة تربية، مثلا الطفل حتى من هو طفل رضيع يفترض يتعود ينام مثلا في سريرة، أحيانا حتى في غرفة منفصلة، يعني ممكن الأهالي يكونوا موجودين برا يبكوا لكن مصرين أن الطفل يتعود ينام، يعني هذا نمط سلوكي. الأهل أحيانا مثلا نمط سلوكي ثاني، الطفل مثلا من النوع اللي عصبي يخلوه لازم يتعلم يضبط أعصابه علشان ما تكون هذه السلوك في الفترة المقبلة، يعني في سلوكيات نسويها بغرض التربية، هذه تأثر على الطفل تزيد عصبيته أو قلقه أو بالعكس تلجم هذا القلق.
السلوكيات المعتدلة في تربية الطفل ما تأثر على سلوكه، ما تخليه عرضة للقلق، لكن مهم فيها تدرج في الطفل معه، تدرج الطفل فيها، وتكون أسلوب التربية هذه مناسب للطفل. الأمر الآخر نفرق بين الطفل الصحيح، الطفل الهيلثي، من الطفل المرض. في تطبيق السلوكيات هذه مع الأطفال لديهم مرض يكون صعب جدا ويزيد القلق عند الطفل، لكن لما يكون الطفل طبيعي فتطبيق السلوكيات هذه جدا مفيد للطفل. طب خلنا نتكلم مثلا طفل مثلا يفترض أنه وصل لمرحلة النوم في سرير مستقل أو بعيدا عن الأب والأم، شو الفترة اللي يفترض ينتظروها قبل ما يتوجهوا لأخصائي ليكشف على الطفل إذا عنده قلق مرضي ولا لا؟ لما يحاول الأهل مع الطفل أكثر من مرة يكون في جانب التحفيز، جانب تدرج في إبعاد الطفل من سرير الوالدين، حاول أكثر من مرة والفترة عدة أسابيع وبدون نتيجة، يكون غالبا في ما هو فقط وجود القلق الانفصال من البعد عن سرير والديك، غالبا يكون في علامات أخرى للقلق. نعم. وجود العلامات هذه تدل عن في قلق مرضي، يكون في الطفل نومه مضطرب، صعوبة في بداية النوم، يكون في ارتباك أمام الآخرين، يكون في الطفل إذا كان سن المدرسة صعوبة الروح للمدرسة. فهذه مجمل العلامات هذه تدل على وجود القلق عند الطفل. نعم. طب دكتور، نصائح نوجهها للأهل في حال عندهم طفل مصاب بالقلق؟ مهم جدا عند وجود أي علامات شك وجود قلق لدى الطفل أنه الأهل يسارعوا إلى طبيب أو إلى أخصائي نفسي لمعالجة هذه. طريقة تربية الوالدين للطفل مهمة جدا، التشخيص الجيد والمعالجة المبكرة تفيد جدا في علاج القلق. أكيد طبعا دكتور، ودائما أكيد يفترض مشاهدينا في حال وجود أي مشكلة أو الشك بسلوك غير طبيعي بالنسبة للأطفال التوجه للمختصين. دكتور إبراهيم الزايد استشاري طب نفسي للأطفال والمراهقين، شكرا على وجودك في سيدتي. ومشاهدينا أكيد فقراتنا مستمرة ومتنوعة، لكن من بعد الفاصل. اسمها نوف، التقت أمها بعد 20 سنة من الفراق. اسمها شمس، خدعها شاب متهور وأنقذها رجل صالح. اسمها ندى أو وفاء، لكل امرأة حكاية طموح أو دموع أو احتياج أو ظروف صعبة، كيف نجعلها تتمسك بالأمل؟ قصص سيدتي الإنسانية تنقل لك حكايات واقع صعب وإصرار على بدايات جديدة.